أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. اللجنة الدستورية السورية تعقد يوم غد الاثنين جولتها الثامنة في جنيف تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة جير بيدرسون وبمشاركة وفدي النظام والمعارضة. الجهاز الأمني التابع للفيلق الثالث في الجيش الوطني يعلن إلقاء القبض على قيادي في تنظيم الدولة في مدينة الباب شرقية مدينة حلب. قتلى وجرحى وعمليات خطف متبادلة جراء اشتباكات بين الأهالي وميليشيات محلية مدعومة من مخابرات النظام في حي المقوس شرق مدينة السويداء. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد يقول إن بلاده تعارض أي نوع من الإجراءات العسكرية التركية في سوريا لأنه يؤدي لمزيد من التصعيد. الإدارة الذاتية تصدر تعميماً تمنع بموجبه خروج الحبوب من المنطقة الشرقية إلا بورقة منشأة من مديرية الزراعة بمدينة هجين شرقية دير الزور. فريق ريال مدريد الإسباني يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه بفوزه على ليفربول الإنجليزي بهدف وحيد.